مشهد مؤثر، أب يحتفل بعيد ميلاد ابنته. قرد يهاجم السيارات والمارة قرب مقبرة تكريت. دعم لغزة، مغنية نرويجية تنسحب من مهرجان الأغنية الأوروبية. والمزيد في هذه الحلقة من تريندينج في القومة. أهلا بكم. يشهد حي الطابقين في منطقة الدورة ببغداد تأخيرا غير مبرر في مشروع البنى التحتية، حيث شهدت الشوارع حفرا لمدة عام كامل دون أي إنجاز ملموس. ومع استئناف عمليات التنفيذ لاحظ الأهالي مخالفات واضحة في طريقة التنفيذ وأيضا في استخدام المواد الخارجة عن الضوابط المعمول بها، مما أثار استياء كبير بين السكان، دعاهم إلى نشر فيديو لشرح معاناتهم. شاهدوا معي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مناشدتنا الى دولة رئيس الوزراء المحترم منطقة حي الطابقين الدورة. طبعا مثل ما تلاحظون تشوفون الشارع شلون المنظر مالته، صار سنة دخل المشروع. طبعا مشكورين هم دزونا الجهد الخدمي انه يخدمنا، بس بالاساس هو ما خدمنا، ضرنا، والدليل قبال عيونكم. يعني احنا صار لنا سنة معاناة من طين، من تراب، سيارات يومية طامسة، يعني حتى فكرنا نطلع عوائلنا بين ما يكملون، بينما هو المنطقة يعني ما يحتاج لها سنة. هو مشروع مجار ومي وتبليط، المفروض المدة أقل. هاي بالنسبة للوقت والأضرار اللي لحقت بالسيارات والبيوت. أما بالنسبة للمشروع وشغله فأكو ناس مختصين ويعرفون، يعني تعرفون أنتم اليوم الشعب العراقي أغلبهم يعني صارت عندهم معرفة بالعمل وهاي الأمور والتفاصيل. يعني العمل مو بالمستوى المطلوب، مو مستوى مشروع يطول له مثلا 10 سنين. البور الجايبينه حسب ما قالوا الناس، وأكو تصوير يثبت هذا، بور زراعي. هاي بالنسبة للبور مال أبي اللي هو المي الصحي. طريقة الدفن هم عندنا فيديو يثبت هذا، قردة وتراب، وبينما الطريقة الصحيحة المفروض يدخل جوا زميج وفوقها زميج على مود نأمن على البور ما ينكسر. زين احنا هذا البوري دفنوا شلون ما كان. البور مال المجاري هم يوميا طاق، وطبعا بحضورهم هم وحفروا أكثر من مرة. يعني عندهم مكانات يطق بها البور بسبب دوس السيارات ويرجعون النوب يشيلون البوري. شاهدنا تعليقات كثيرة جاءت على هذا الفيديو في فيسبوك. كتب عمر جبوري يقول: أسباب التأخير يعود لأن الجهات الاقتصادية في الوزارات تحيل العمل إلى شركات ليس لها خبرة بالعمل، والمواطن هو من يدفع الضريبة. إسراء ماجد: ليش هذا التأخير والفوضى على حساب المواطن المسكين؟ كل يوم عنده أمل تتحسن منطقته ويعيش كحال الناس، وهذه أبسط حقوقه. ما يكفي بوق، ما يكفيكم فساد، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. أحمد خليل قال في تعليق: متابعة تنفيذ المشاريع لازم تصير يوميا يوم بيوم، ومتابعة المشروع اللي يتجاوز مدة الإنجاز المتفق عليها ويشوفون من الجهة المقصرة. بس يمنا احنا كل من بكيفه، لا حسيب ولا رقيب. مشاهدينا، تم تداول فيديو اخر ايضا من منطقه جسر ديالى اللي تعاني الاهمال ايضا، حيث اظهر الفيديو ساحه متروكه في المنطقه مليئه بالازبال واصبحت ايضا ساحه لرعايه الاغنام. انتشر فيديو آخر على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة قيام رجل كبير في السن برمي نفايات في الجزرة الوسطية لأحد الشوارع في أحد أحياء بغداد.
شاب قام بتصوير الفيديو معبر عن انزعاجه من هذا السلوك اللي يعكس انعدام الوعي البيئي وقلة الاحترام للبيئة والمدينة. رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا أيضاً عن غضبهم واستياءهم من هذه التصرفات السلبية اللي تساهم في تدهور واقع المدن العراقية، مؤكدين على ضرورة نشر الوعي البيئي وتشجيع المواطنين على المحافظة على نظافة البيئة وجمالية المدن. جذبنا حجي أبو جواد أبو جواد سجد جوي ليش حجي أبو جواد ما يسمعك تصرف كهذا بالتأكيد لاقى انتقادات كثيرة. عقيل حسين قال أغلب المشاكل تنم عن عدم اهتمام المواطن بالأماكن العامة، المفروض ملوم الحكومة بكل شيء، نص المشاكل أو نص مشاكل الوطن هي من الشعب نفسه. سارة الكناني قالت رجال كبير بالسن ممكن يكون مو باعية أو مريض، لأن من سابع المستحيلات هذه الشيبة يؤذي البلد، على كيفكم وياه لأن الصاحي ما يسوي هيك. أما عبد الله بن قحطان فقال بعيدا عن تصرف الحجي معذور ومو بوعية، بس هواي أكو بوعيهم وكامل قواهم العقلية ويسوون هيك، ونفسهم ذول اللي يحشون على الحكومة لأن ما مسويت لهم تبليط وشارع، ومن تسوي لهم يذبون الأزبال بنصها. هذه كانت مشاهدينا بعض التعليقات اللي جاءت على الفيديو اللي شاهدنا. ننتقل الآن إلى فيديو آخر أثار غضب المتابعين أيضا، يظهر معاناة مرضى قسم غسيل الكلى في مستشفى الكرامة في بغداد بعد توقف المصعد عن العمل وامتناع المعنيين بإصلاحه بحجة عدم وجود تخصيصات مالية. لنشاهد سويا. حالا المصعد عاطل ولا حد يجي يصحى ولا ينهم، والحال مريض غسيل الكلى استوى مخلص زين، ما حالته من نزل درج وهو معاطل، يعني يصير كل ما نحكي وياهم مخصصات مخصصات. زين مناشدة لرئيس الوزراء والمعنيين وشكرا. شاهدينا بعيدا عن هذه الفيديوهات المليئة بالمشاكل والمتداولة اليوم في الترند العراقي، ننتقل إلى فيديو آخر قام بنشره شاب عراقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو لأب يحتفل بعيد ميلاد ابنته داخل أحد المطاعم. كان الشاب يتناول الغداء عندما شهد احتفال الأب بعيد ميلاد طفلته، وقام بتوثيق المشهد اللي حاز على إعجاب المتابعين بسبب ردة فعل الطفلة. لنشاهد. في الترند العراقي أيضا تم تداول فيديو لقرد يهاجم السيارات والمارة قرب مقبرة تكريت بمحافظة صلاح الدين، وشرطة النجدة تصل إلى المكان للتعامل معه. طرد بالمقبرة باقي التفلون كسر. يلا هاي مقبرة تكريت، يلا نطرد. مستمرين مشاهدينا مع الترند العراقي، والآن إلى فيديو يظهر هجوم امرأة على صاحب محل موبايلات في قضاء الرفاعي شمال الناصرية دون معرفة أسباب هذا الخلاف. هذه كانت مشاهدينا بعض الأخبار والفيديوهات اللي تم تداولها عراقيا. للمزيد تابعونا بعد الفاصل.
أهلا بكم من جديد. تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن الأسبوع الماضي مقطع فيديو أحدث ضجة كبيرة. الفيديو أظهر اعتداء إحدى المعلمات على طفل من ذوي الإعاقة في مركز خاص في محافظة إربد. كانت المعلمة تعلم الطفل طريقة النطق الصحيحة للأحرف الأبجدية، وكان الطفل يظهر تجاوب جيد في البداية، لكن في نهاية الفيديو لم يسيطر الطفل على لعاب فمه، وهنا قامت المعلمة بصفعة على وجهه. السلطات الأردنية أعلنت إغلاق المركز الذي وقعت فيه الحادثة، وأعلنت أيضا أنه يتم التحقيق الآن مع المعلمة المعتدية حيث تم إحالتها إلى القضاء. يلا احكي فيه. فزع. ابلع ابلع ابلع. مسح. ابلع ابلع ابلع. مسح. الغريب الموضوع مشاهدينا أن المعلمة هي من قامت بنشر هذا الفيديو عن طريق الخطأ، ولم يقف الأمر عند هذا الاعتداء فقط. فبعد الفضيحة والضجة اللي أحدثها هذا الفيديو اللي شاهدناه، تم تداول فيديو آخر قام بتصويره أحد الجيران أظهر أيضا حادثة اعتداء أخرى تمت في نفس المركز. الفيديو أظهر حبس طفل آخر بين النافذة وشبك الحماية بمساحة لا تتجاوز 20 سنتيمتر ولمدة 8 ساعات. تم تصوير الفيديو من قبل أحد الجيران بعد سماعهم المتكرر لصراخ الطفل وهو يطلب المساعدة. من هذا الموضوع مشاهدينا وهذا الفيديو ننتقل إلى الترندات العالمية، ونبدأ مع فيديو مع المغنية النرويجية أليساندرا ميلي، وهي تعلن عن انسحابها من فعاليات الحفل الختامي لمسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن بسبب شعارات المسابقة واللي كانت عبارة عن كلمات فارغة مع الإبادة المستمرة في غزة. Tonight I was supposed to give out Norway's points during the Eurovision final. Even though I'm thankful that I was given the opportunity to do so, I've taken the decision to withdraw. United by music, Eurovision's motto, is the reason why I do music, unites people, bring them together. But right now, those words are just empty words. There's a genocide going on. And I'm asking you all to please open up your eyes, open up your heart. Let love lead you to the truth. It's right in front of you. من هذا الفيديو ننتقل إلى فيديو آخر. مشاهدينا في الهند، لقي 12 شخص مصراحهم وأصيب ما لا يقل عن 60 آخرين بسقوط لوحة إعلانية ضخمة بسبب عاصفة هبت على مدينة مومباي الهندية. لنشاهد. من الهند إلى إندونيسيا، وفيديو يظهر ثوران بركان جبل إيبو ونفط الرماد والسحب الداكنة لارتفاع أكثر من 5000 متر ولمدة 5 دقائق. من بريطانيا، تم تداول فيديو يظهر ازدحام شديد وتدافع لركوب الحافلة بأحد مناطق العاصمة لندن وسط اضطرابات تشهدها حركة النقل هناك بسبب
إضرابات العمل أو العمال. Mr. Sadiq Khan, see the situation of TFL. This is bus stop. Rizlip Lido, hashtag Green Bus, and this is the situation of public. Can you give respect to old ladies? What TFL is doing, sorry to say. Amma Jagrat, card na? Ekko Anna. Mr. Sadiq Khan, can we ask you why is this? I'm a slow girl. Is this the situation? Excuse me, can you give place? I'm a slow girl. مستمرين مشاهدينا مع الترند العالمي، والآن ننتقل إلى عالم التكنولوجيا. ثورة جديدة في تقنية الذكاء الاصطناعي. شركة أوبن أي آي المصنعة لنظام الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي استعرضت آخر تقنياتها، وهي خاصية بي ماي آيز أو كن عيني المخصصة للمكفوفين. في المقطع المنتشر يصور الكفيف مقر ملك بريطانيا ويسأل هل الملك موجود؟ فيأتيه الرد بأن الملك موجود لأن العلم مرفوع بالأعلى فوق القصر، وهذا يعني وجود الملك. ثم قام أيضا بتصوير بحيرة فيها بط وسأل ماذا يفعلون الآن؟ فبدأ البرنامج يشرح له بشكل مفصل ما تراه عدسة الكاميرا. في النهاية ساعد هذا البرنامج على إيقاف سيارة أجرة بشكل احترافي. لنشاهد الفيديو. Is the king in? I even know when a taxi is coming with its orange light on. I think I'll hail it to get home. Yes, I spotted one just now. It's heading your way on the left side of the road. Get ready to wave it down. Great job hailing that taxi. It looks like you're all set to go. That's a good dog right there, leading the way into the taxi. إلى فيديو آخر من أمريكا. مشاهدينا، رغم الإجراءات الاحترازية في بعض المتاجر في الولايات المتحدة من خلال وضع سلاسل وأقفال على الثلاجات، إلا أن بعض اللصوص وجدوا طريقة للسرقة بالقوة، كاللص اللي حنشاهده في الفيديو التالي اللي قام بسرق كراتين مشروبات كحولية وخرج من الباب دون أن يدفع أي شيء. فيديو آخر متداول لشاب أراد عمل مقلب بحبيبته بأن يقدم لها خاتم الخطوبة، لكنه قدم حلوى أطفال بدل الخاتم، فقامت الفتاة بصفعه أمام الناس. شاهدوا معي. مع هذا الفيديو مشاهدينا تنتهي حلقة اليوم. شكرا لكل من تابعنا. إلى اللقاء.